ملتقى ثلاث فوالق كبار جدا على مستوى العالم في حوالين الأناضول. فإذا معرض، يمكن الثلاث زلازل الكبرى اللي ذكرتهم الآن كل زلزال حصل على فالق من الفوالق الثلاثة، وبالتالي ممكن الفوالق دلوقتي وهذا النشاط الزلزالي في أحد الفوالق يشجع الزلازل في فالق آخر، وبالتالي هذه المنطقة خطرة جدا. فعشان كده كان المفروض يعني ان التفكير في سدود ده كان تركيا عايزة تعمل 21 سد فقط جنوب تركيا على نهري دجلة دكتور والفرات. عباس، هذه الخبراء الفرنسيين بيقولوا انه صدع شمال الاناضول تمزق مثل سقوط صف من الدومينو في سلسله من الزلازل التي بلغت قوتها 7 درجات والتي انتشرت طوال القرن العشرين، وبيخشوا ان تكون تركيا على موعد خلال السنوات المقبله مع عدد كبير من الزلازل. وبيقولوا كمان انه اللي بيحصل ده مش هزات ارتداديه، بيقولوا انه هل هي بيقولوا لا مش هزات ارتداديه اللي بتحصل. لا، اللي حصل الايام الماضيه ليس زلزال واحد، هي مجموعه بالفعل من الزلازل في منطقه حصل زلزال شدته 7.8، وهذا الزلزال الرئيسي. يبعد عنه بحوالي 50 كيلو حصل زلزال اخر بعده الساعه 12 ونص الظهر. الاول حصل الفجر، الظهر حصل الزلزال الثاني 7 و يعني حوالي 7 و6 من عشرة او 5 من 10. هذا الزلزال الثاني زلزال كبير، وبالتالي وحصل بعد كده ما يقرب من 50 60 زلزال فوق ال5 ريختر. وحاليا يعني يمكن الحمد لله خلال ال3 ايام الاخيره الزلازل اقل من 5، لكن متوقع ان يحصل الايام القادمه زلازل اكثر. احنا شفنا ده في التاريخ الجيولوجي لتركيا، والزلازل اللي حصلت يعني من 1939 حتى الان عرفتنا الكلام ده. متوقع ان يحصل، ايوه، بس ما نقدرش. هنا بقى نقطه مهمه، لا نستطيع ان نتنبأ بزلزال لا بشدته ولا بمكانه بالطرق العلميه اللي احنا نملكها حاليا، لا توجد اي طريقه. يعني في قالوا في عالم هولندي، لا طلع عالم ذكر ان هولندي هيحصل، اتكلم وحدد وقال، لا بس هذا الكلام غير علمي، ربما توقع وصدق في التوقع هذه المره لكن مش كل مره، لان التنبؤ زي الارصاد الجويه لازم يكون مبني على بيانات، وفي طريقه معينه تكون معترف بيها ان بتستخدم لتحديد شده الزلزال ومكانه، وهذا غير موجود حاليا. يعني دلوقتي اللي بيقول ان هيحصل زلزال، طب يقدر يقول لنا شدته كام؟ وهيحصل فين؟ تركيا دولة كبيرة، تركيا ما يقرب من يعني أقل قليلا من 1 مليون كيلومتر مربع. طب الزلزال هيحصل فين في تركيا وشدته هتبقى كام وهيحصل إمتى بالظبط؟ الكلام لو كان علمي الكلام ده يتحدد، لكن أنا شخصيا بقول لحضرتك إن ممكن يحصل زلزال قوي في الأيام اللي جاية أو بعد أسابيع أو بعد شهور، لكن إمتى ما حدش يقدر يقول.